انا ماني مصدق حالي، كنشي ونزع جاي معنا على فورتنايت بده يغني بمود البارتي رويال. الصراحة ما بعرف منين جايبين هذا البني ادم، بس في معنا مطرب جديد ان شاء الله قادم معنا على فورتنايت يوم 7 اغسطس ان شاء الله. هو مطرب ياباني مدرسي مغني، يعني مدري شو اسمه، كنشي ونزع مدري شو. وهلا رح احكي لكم كمان عن موضوع تاني اللي هو التويتش دروبز، اللي هو بده يكون معنا مشان بطولة الاف ان سي اس اللي هي قادمة معنا من اول يوم اغسطس. ورح اشرح لك كل شيء عنه وكيف تربط حسابك وكيف تجيب اغراض الزهرة امامك اللي هي الباك بلينج والسبري والايموجي يلي رح تاخذهم بشكل مجاني مجرد ما انك انت تشاهد البطوله. كل هذا انا رح احكيه بهذا الفيديو ان شاء الله. بس قبل ما ابلش الفيديو تبعنا، يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس اذا انت مو مشترك، واذا مشترك الله يساعدك على اللايك والتعليقات الايجابيه اللي عم تجي على الفيديوهات كلياتها. انا عم شوف كل التعليقات بس والله ما عم بقدر رد، لانه انا عم بعمل فيديو او فيديوهين على اليوتيوب بعدين عم روح اعمل بث مباشر وهيك. انا بعتذر جدا عن هذا الموضوع، بس عم شوف كل التعليقات. شكرا لكم كلياتكم على جميع التعليقات، بعرف اني طولت بس حبيت اشكركم بهذا الفيديو مخصوص. كود دعم بالايتم شوب نيمو 9 لو حابب تدعمني فيه طبعا بتنورني، وبتشكرك جدا يعني عن هذا الموضوع. يلا مع بعض نشوف كنشي ونزع ونشوف الاف ان سي اس. فهلا والله بسكان الطابه الارضيه وفيديو جديد. خلينا نفوت بالموضوع اللي هو رح يعطينا باك بلينج الزهرة امامك، ورح يعطينا سبراي، ورح يعطينا ايموجي. هذا الموضوع احسن من موضوع كنشي ونزع هذا. هلا اول شيء مثل مزار امامكم بالصوره جدول بس مكافآت تويتش دروب للفصل الثاني الموسم الثالث من اف ان سي اس، هذا قادم معنا ان شاء الله يوم 1 اغسطس. يعني يوم 1 اغسطس هذا الخبر صار له معنا فوق ال 16 يوم، وانا حكيت عنه في فيديوهات قديمه، بس هلا انا حبيت احكي لكم كيف بدكم تربطوا وكيف بدكم تتاكدوا انه هذا الشيء انتم رح تاخذوا عليه الباك بلينج ولا من عن طريق تويتش. مثل مزار امامك اول شيء مثل مو مكتوب على صفحه ايبك جيمز، عودة بس سلسلة بطل فورتنايت اف ان سي اس في 1 اغسطس 2020 الساعة 1 بالتوقيت الشرقي والساعة 8 بتوقيت مدينة الرياض. هلا بالنسبة للاوقات، انا اول شيء خليني احكي لكم بالنسبة للاوقات. مثل مظاهر امامك هاي الصورة، هاي الصورة الفرق بين التوقيت بين السعودية وبين التوقيت الشرقي اللي هو بامريكا. مثل مظاهر امامك انا هلا اي وقت لح احكي لح قلك انه مثلا في بطولة لح تنبث الساعة كذا مساء، كله لح احكي بتوقيت امريكا. انت واضح امامك هاي الصورة، بترجع لهي الصورة وبتشوف انت اي ساعة بالنسبة عندك للسعودية، وبعد منها مجرد ما انك تشوف انت وقت السعودية، بعدين اهم شيء عندنا نعرف احنا وقت السعودية، بعدين نحكي عن وقت اللي هو شو مثلا مثل مصر مثل سوريا مثل الامارات مثل هدول، انه احنا عم نحكي على وقت السعودية اللي هو كل العالم تشتغل فيه بالوطن العربي طبعا على توقيت مكة المكرمة او سعودية بشكل عام يعني. فهلا خلينا مع بعض نكمل بالنسبة لاوقات، بتمنى تكون عرفت شو قصدي بالاوقات مشان انت تكون فهمان الدنيا من اولها. من تصفيات الى النهائيات احصل على تغطيه مباشره الاتحاد الاوروبي وشرق امريكا الشماليه على تويتش وعلى اليوتيوب. احنا اللي بهمنا هلا التويتش طبعا. ستنضم عمليات الاف ان سي اس تغطيه مباشره لمباريات المؤهله خلال عطلتين نهايه الاسبوع. شوفوا الايام من امتى، 1 اغسطس و2 اغسطس و8 اغسطس و9 اغسطس و14 اغسطس و16 اغسطس. يوم 14 و16 رح تكون النهائيات، هذا بالنسبه لشهر اغسطس اللي هو رح يكون شهر 8 يعني. نعيد الاوقات، يوم 1 ويوم 2 اغسطس، يوم 8 ويوم 9 اغسطس، يوم 14 ويوم 16 اغسطس. تمام لحد الان هيك احنا بنكون حكينا امتى رح تكون بالنسبه للايام. وهلا بقى خلينا نفوت على جدول برنامج الاف ان سي اس اللي هو رح يكون الاوقات. بالنسبه للاوقات، جميع الاوقات في شرق الولايات المتحده، هي الصوره الظاهره امامك، هي امريكا وهي سعوديه. انت بعد منها بتشوف انت الوقت عندك وبتظبط الوقت على نفسك. انا ما حقدر اظبط لكل البلاد العربيه يعني، الموضوع كتير رح يكون صعب علي، فانا ظبطت لكم اياها على توقيت السعوديه. ومجرد ما انك انت تعرف توقيت السعوديه هيك بيكون وضعك بالسليم وبالزبده وبالقشطه وبالعسل، ويلا مع بعض وكل عام وانتم بخير يعني. فهلا اول شيء خلينا نفوت بالنسبه للاوقات، اول شيء سيبدا البث الساعه 1 مساء بتوقيت امريكا. 1 مساء يعني 1 بعد الظهر، كلمه 1 مساء يعني 1 بعد الظهر تمام لحد الان. واحدة وربع لح يتم التغطية المباشرة، واحدة وربع لح يتم التغطية المباشرة. من الواحدة وربع للساعة 4:30، بعد منها 4:30 بتصير استراحة للساعة 5:30، 5:30 بتصير التغطية المباشرة، بعد منها نهاية التقريبية أو النهاية رح تكون الساعة 8:30، كل هاد بتوقيت أمريكا. واضح أمامك الجدول كمان بتوقيت أمريكا بالضبط.
وكمان كاتبين مكافآت الـ FNCS Twitch Drops اللي هي رح تكون سيتم المشاهدون على تويتش من الحصول على العناصر في فورتنايت بسمة الـ FNCS اللي هي بما في ذلك البخاخ والرموز التعبيرية وزينة الظهر. وكاتبين كمان تحت ملاحظة: تأكد من أن حساب Epic Games مرتبط بالفعل بتويتش وأنك تشاهد قناة مزودة بتقنية الدروبز. هون هلا اللي احنا فتنا بقى على الموضوع الشو الضخم والكبير اللي هو أنه لازم أنت تعرف مثل مظهر أمامك بالصورة يا شباب. لما أنت تفوت على قناة مثلا عم تبس لفورتنايت او انت عم تفوت على فورتنايت بشكل عام، انت طبعا رح تفوت على فورتنايت على تويتش رح تلاقي فورتنايت هي دائما التوب، ورح تلاقيها هي اول وحدة، ورح تلاقي اول بس واعلى بس من بسات فورتنايت رح يكون تبع البطولة وتبع شركة فورتنايت اكيد، او يكون تبع وحدة تانية مش شرط تبع الشركة، يعني ممكن يكون تبع حدا مشهور مثلا هو اللي عامل الستريم لهي البطولة. لما انت بدك تتأكد انك انت رح تاخذ الدروبز او تاخذ الاغراض، يعني اول شيء لازم تتاكد انك انت تكون رابط حساب تويتش مع حساب ايبك جيمز. اهم شيء تكون متاكد انك انت رابط حساب تويتش مع حساب ايبك جيمز. هي اذا انت مالك متاكد منها موجود تحت بالديسكريبشن رابط لفيديو بيعلمك كيف تربط تويتش وتربط حساب ايبك مع بعض لحتى انت تكون رابطهم وتقدر تاخذ هذا الدروبز. اذا مو رابط حسابك ومالك متاكد لا تتفرج على البطوله انك ما حتستفاد شيء. اول خطوة تأكدنا منها انه نحن رابطين حساب تويتش بحساب ايبك جيمز، ولو ما بتعرف بتنزل لتحت على الديسكريبشن او اوصف الفيديو بتلاقي فيديو بيعلمك عن كل شيء. بعد منا لما تفتح انت صفحة البث المباشر، انت طبعا يمكن رح تتفرج من على الموبايل، لما تتفرج من على الموبايل بتطلع هيك على الصورة بتلاقي او بتطلع على تحت الفيديو مثل مظهر امامك بالصورة، يعني بتلاقي دروبس انابلد واتش فور انيش فور ايرن لود. انا ما بعرف كثير يعني اقرا انجليزي تمام، بفهم بس ما بقرا، مثل يعني مو موضح امامك مكتوب تحت بما معنى انك انت هذا الشيء مزود او بتقدر تاخذ من وراء اللوت او بتقدر تاخذ من وراء دروب لوت اللي هو انت رح تاخذ الاغراض من وراء هاي القناة تمام. هذا ما معنات الكلام، الكلام اللي ظاهر امامك انك انت معناه انك انت هذا الشيء رح تقدر تاخده من هاي القناة لو انت تفرجت. لازم تتأكد من هذا الكلام اللي موجود تحت بالقناة، لانه كاتبين انه هام يجب ان يكون كل المشاهدين واللاعبين المشاركين قد تم ربط حساباتهم خلال اشهر الستة الماضية، ولو انت رابطه مثلا من سنة لازم تفوت تربطه تفكه عفوا ترد تربطه. وانا هلأ عندي مربوط عندي من شي سنة او سنة ونص، انا شو رح اعمل هلأ يا حزركم؟ رح فوت على تويتش او رح فوت عفوا على ايبك جيمز فك الربط واربط مرة تانية واتفرج مشان يكون وضعي بالسليم وما يروح علي هذا الباك بلينك، لانه حلو الباك بلينك الصراحة تمام. لحد الان انا هيك كل شي حكيت لكم، ما تركت لكم شي ما حكيت لكم اياه تمام. واهم شيء اهم شيء اهم شيء اذا انت ما كان مربوط حسابك بيكتبوا لك تحت على اليمين او على الشمال نفس الكلام اللي انا حكيته، بيقولوا لك انه انابل ان جيم دروب وذ اكاونت لينك، انك انت ما حتقدر تاخذ الدروب لازم تحط اكاونت لينك، انك انت لازم تربط حسابك. بيكتبوا لك اذا انت مو رابط حساب ايبك، وبيكتبوا لك اذا انت رابط حساب ايبك على اليمين انت ورابط حساب ايبك هيك بيكتبوا لك، وعلى الشمال انت مو رابط هيك بيكتبوا لك تمام. لحد الان هيك انا بكون شرحت لك كل شيء بالنسبه لهي البطوله، ما نقصت عليكم اي شيء. مثل ما وعدتكم انا قبل البطولة بيوم واحد رح نزل فيديو احكي لكم كل شيء عنه وعن موضوع البطولة. خلينا هلا نفوت بالنسبة لكنشي يونزاي، هذا مدري كنشي اونوزي مدري شو اسمه، والله العظيم ما كنت اعرف شو هالاسم يا شباب. هذا مطرب ياباني او مغني ياباني او فنان مثل ما بيقولوا عليهن، ما بيقولوا انه مغنيين بيقولوا فنانين. هذا الفنان يا شباب جاي يوم اغسطس معنا ان شاء الله بمود البارتي رويال، ما بعرف حد الان امتى وقته بالضبط لانه لسه تقريبا في شي 8 ايام من تصوير هذا الفيديو، فانا طبعا ما هعرف كنشي يونوزي هذا، انا ما بعرف امتى جاي بالضبط يعني على حفله البارتي رويال. بس انا بالنسبه لي نصيحه مني من اخ لاخواته ورفقاته وهيك، لا تفوتوا تحضروا لانه صوته كتير بشع ما بقدر احكي هيك يعني، بس اخي صوته مو حلو، شو بدي اعمل غصب عني بدي احكي صوته مو حلو ابدا لهذا المطرب او الفنان اللي بيقولوا عليه، صوته ابدا 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 مو حلو. وغير هيك ما في اي جوائز غير بنر، هذا البنر يعني انا الصراحه مالي شايفه البنر الحلو وما مستاهل انه انا مثلا ضايع وقت او اقعد احضر لك نص ساعه مع هيك مطرب ويغط على قلبي وصوته اخر شيء هو مو حلو اصلا لحتى اخذ هذا البنر. انا هذا وجهه نظري حكيتها بكل صراحه طبعا لانه الدنيا عيد لازم نحكي بصراحه بالنسبه لكنشي ونوزي، وانا ما بحب اي الشخصيات ما بحب هذا الطرب تبعهم ابدا يعني ولا الاغاني تبعهم. فبس هذا هو مقطعنا اليوم، اتمنى يكون عجبك. حكينا عن بطوله الاف ان سي اس وشلون تاخذها، وما تركت لك شيء الا ما حكيت لك اياه بالنسبه لهي البطوله، وحكيت لك عن المطرب او الفنان الجديد اللي جاي كنشي مونوزو هذا مدري شو الياباني اومايو موسنديو. واتمنى يكون عجبك هذا المقطع واستمتعت. لا تنسى كل الدعم بالايتم شوب نيمو 9 لو حابب تدعمني طبعا، وبتشكركم كل
كلياتكم على الدعم الخرافي اللي جاني اخر فترة على القناة. صفيان تقريبا شي 40 او 50 اخ وصديق عندي بالقناة، لنوصل ل 12000 اخ وصديق. شكرا لكم كلياتكم على الدعم الخرافي. كود دعم بالايتم شوب نيمو 9 وبرعاية الله. يعني طار هذا وان شوت منه. دمير خد الكل انت دمير ليه كده يا اتهجم اي اخر واحد ده خلاص اخر واحد تجيبه بقى دمير ايه يا عم اللي مات منكم بوتشات.